القناة دلوقتي في بداية أستعرض معاكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. وكعادتنا هنبدأ من القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية. شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لمنتصف كوبري غمرة. بالنسبة لكوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين عليه كثافات مرورية، لكن شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في كمان كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. المتجه بقى إلى التجمع من منطقة وسط البلد يقدر أن هو ياخد شارع عبد الخالق ثروت ومنه إلى نفق الأزهر وثم محور السيدة جيهان السادات، والطريق فيه سيولة مرورية وبيوفر مزيد من الوقت. من القاهرة نروح لمحافظة الجيزة، وهنبدأ تحديدا من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية. الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة، كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات. في كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وبالنسبة لشارع فيصل ففي كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. هنروح لطريق المحور القادم من أكتوبر، في كثافات مرورية قبل الدائري وبتستمر لغاية سلم أرض الواء، وبعدين في سيولة مرورية في شوارع المهندسين حتى كوبري 15 مايو. أما المتجه إلى أكتوبر ففي سيولة مرورية. نروح معاكم لعروس البحر الأبيض المتوسط ومحافظة الأسكندرية، في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وفي كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر بيشهد كثافات مرورية عند تقاطع مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. نكمل جولتنا ونروح أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ ان في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان ايضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي الى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. من جولتنا في شوارع مصر مختلفة خلونا نبدأ معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء في ارتفاع في نسب الرطوبة، بيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 39، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.